فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. مع آيات الأحكام كما قلنا ولله الحمد منا هناك يعني شوط كبير جدا في ممكن يصل إلى نصف الأبحاث في آيات الأحكام. عمارة المسجد قال الله تعالى وعمارة المساجد عموما قال الله تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهنا ولم يخشى إلا الله فيها الإخلاص لوجه الله الكريم وأن القلب لا يميل إلا لربه جل وعلا خوفا ورجاء نعم رغبة ورهبة. الأحكام التي تتعلق بهذه الآيات هي أحكام كثيرة لكن أخذ منها ما يهم في هذا الباب. الحمد لله على كل حال جزاكم الله خير مصطفى. نعم ما المراد بعمارة المساجد في الآية الكريمة؟ المراد بعمارة المساجد بعض العلماء يقولون العمارة هنا هو بناؤها وتشييدها وهذه العمارة الحسية أن يهتم بها وهذا محسوس عليه. تعلمون بأن قريش مدحوا أنهم بنوا الكعبة وإن كانت تقصرت بهم النفقة وهذه أداب وشروط أيضا في البناء يعني تراهم أصلا لا يبنون يعني من مال حرام. وذلك أنا أتعجب جدا كل من يأتي في الكلام على التطهير في الأموال في أموالهم تطهير هذه الأموال يقولون يعني توضع في المسجد ولا وأهل الكفر كانوا أفقه من كثير ممن يفتي بذلك وكانوا لهم المال ولكن تقاصرت بهم النفقة. لما تقاصرت بهم النفقة ما استطاعوا أن يضعوا كلية يعني أن يبنوا كلية الكعبة تركوا منها ثلاثة أذرع لم يدخلوها لقصر اليد في النفقة. كان الله فعلني في مصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى له بيتا ولو كمفحص قطار بنى الله له بيتا به في الجنة. وقد قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم والدل على خير كفاعله من بنى له بيتا ولو كمفحص قطار بنى الله له به بيتا في الجنة. والبعض الآخر من العلماء يقولون بل المراد بالتعبير هنا هو الصلوات والذكر ومجالس العلم. وصراحة يعني هذا هو الأقرب إن لم نقل بالاثنين كما سيأتي لكن أقول الأقرب أن العمارة الصحيحة للمساجد هو تعميرها بذكر الله جل في علاه. المساجد التي بنيت على السنة ونشر السنة والعلم هي أعظم الأماكن وأقدس الأماكن في بقاع الأرض جميعا. والمساجد التي أقيمت فيها البدعة والتي لم تقام فيها السنة والتي فيها ما فيها من المخالفات وهذه مساجد ضرار وهذه المساجد بانيها يعني وزرها عليه وليس لهم من الأجر من شيء. لما يبني مسجدا ثم يضع فيه قبر ثم يبني مسجدا ثم يأتي به بالتخاريف بالمخرفين الذين يخرفون ويهرفون بما لا يعرفون ولا يعلمون عن دين الله شيئا لا بد أن يكون يعني أمثال هؤلاء وضعوا أموالهم في غير موضعها. والمسجد الضرار لا يجلس فيه مجلس إلا الذي يؤسس على التقوى وأصل التقوى وأسها وأساسها اتباع الكتاب والسنة. أصل التقوى وأسها وأساسها اتباع السنة. لا بد للمرء أن يكون يعني يعلي السنة. لذلك عمارة المسجد هناك كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يعني هذه المسائل العمارة هي العمارة الحقيقية. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيجد مجلسين مجلس للذكر ومجلس للتعليم
يعني مجلس القراءة ومجلس التعليم، فقال كلاكما على خير، ولكني بعثت معلما، ولكني بعثت معلما. يعني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مجلس قوم مجلسا أو مجلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله يتلون كتاب الله تدرسونه بينهم إلا حفظ الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزل عليهم السكينة وذكرهم الله في من. وصحيح الرجح أن نقول البناء هنا في قول الله تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، هي على الأمر على الأمرين، هي على الأمر الحسي والمعنوي، وهذا الخبر من الله جل في علاه أنهم ما يفعلون ذلك. وأنت ترى الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي هذه البلاد الذين يعني قد لبسوا على الناس وأنهم رفعوا راية الحرية وأن الإنسان لا يقيد عليه في شيء في وطني، هم أصالة يحاربون الإسلام من كل وجه. المساجد، لا مساجد، لا مساجد حقيقية، لا أذان يخرج ولا يسمع، الجمعة لا صوت يخرج ولا يسمع، أي شعيرة من شعائر الإسلام لا تظهر، دقات الكنائس تعلو إلى السماء، ولا أذان يؤذن في أوروبا ولا بأمريكا. أليس هذه البلاد هي بلاد الحرية؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل الإسلام؟ جناية عظيمة على الإسلام وعلى أهل الإسلام. نهيك على أنه في كل يوم وفي كل ليلة التدبير والمكر صباح مساء ليل نهار، التدبير والمكر صباح مساء ليل نهار في هذا الباب. فيكون لهم البناية الحسية ولا البناية المعنوية. فيكون بقول الله تعالى في معنى قول الله جل في علاه: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وقال الله تعالى: لك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون. هذه إشارة أيضا إلى عداوتهم لدين الله جل في علاه، ولعداوتهم لدين الله أحبط الله أعمالهم وما جعل لهم عملا مرجوا مقبولا. الحكم الثاني في ذلك ما المراد بالمساجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، مساجد جمع مسجد، فإذا مساجد الله، قال العلماء: هذا الباب العام الذي يراد به الخصوص، هذا الباب العام الذي يراد به الخصوص، وهو المسجد الحرام. المراد به هو المسجد الحرام، ولأن الله منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وتعلمون أن الكافر لو دخل المسجد جاز له ذلك. حبس النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد ثمام وسال، قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وذلك قام علي بن أبي طالب قال يعني صرخ في الناس، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا حج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ألا حج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فقالوا: إذا المقصود بهذا هو المسجد الحرام فقط، هو المقصود بقوله تعالى: ما كان المشركين يعمرون مساجد الله، أي مسجد الله، وهو المسجد الحرام، لأنه أعظم المساجد قدرا، ولأنه صلاة فيه بمائة ألف صلاة. لذلك قالوا: هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. مساجد الله هذا جمع مضاف، والجمع المضاف يعم، هذا عموم أكد في هذا الباب، ومع ذلك الحقيقة أن هذا ليس بصحيح. بلى تنزل هذه المجالس، هي المجالس التي يقال فيهم هؤلاء القوم الأشقى من جيسو. فالآية الكريمة هي على التعميم، الآية الكريمة هي على التعميم. الحكم الثالث في هذه المسألة: هل يجوز استخدام الكافر في بناء المسجد؟ عندما يقول الله تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، وقد قال علماؤنا أن التعمير هنا هو التعمير الحسي والتعمير المعنوي، والتعمير الحسي يدخل فيه البناء، يبقى إذن هل يجوز اللي بناء كافر يبني المسجد؟ وهذا أغلب العلماء، يعني كثير من العلماء يقولون يجوز، لأننا نستخدمه عمالة ونعطيه الأجرة. وقد قال بعض العلماء استنباطا من الآية: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله بالبناء، فقال: هذه دلالة واضحة جدا على هذا الخبر يراد به إنشاء، وهو عدم استخدامهم في ذلك. الحق أن نقول الأقرب إلى الصواب عدم استعماله، عدم جواز استعماله، لكن في حقيقة الأمر أن نقول: إن استعملناهم
واستأجرناهم وأعطيناهم الأجرة على ذلك صح ذلك. ولأن النهي على أن الكافر يعني يبني المسجد أو أنه يعمر المسجد أن يعلو أن يكون له علو. وقد قال الله تعالى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، والنبي قال الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. فالصحيح الراجح في هذا الباب نقول عندما يستخدم بأجرة ويكون تحت يد المستخدم فإنه لا يعلو بحال من الأحوال، ويكون بذلك ضبط الشرطين اللذين يصح بهما أن نقول بأنه لا يجوز للكافر أن يمد يده على المساجد، أو أنه يتصرف في المسجد حتى ولو بالبناء يتصرف على أنه سيد من السادات أو على أنه متصرف في الأمر. لا ليس للكافر هذه المكانة. ولذلك قال الله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في كل الأحوال، في كل الأحوال. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الأمة الإسلامية. طيب، قبل أن ندخل على الصحيح لو في أسئلة تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.